ينضم إلينا من الخرطوم اللواء أمين إسماعيل مجذوب الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. حضرة اللواء، هل في الأفق ما يشير إلى إمكان أحداث أي تغيير على أرض الواقع؟ ما زالت القوات المسلحة اليوم في عمليات المطاردة والتطهير وإزالة المجموعات الصغيرة، سواء كانت في أطراف المدن أو في الأسواق أو في المناطق السكنية. أعتقد أنه الآن الجميع في النهايات هذه الساعات التي تسبق مسألة التفاوض، خاصة بعد تعيين رؤساء الوفدين من الجانبين. لذلك هذا الأمر هو يحدد الساعات الأخيرة، رغم أن الهدنة تنتهي اليوم، الهدنة يمكن هي السادسة، وبالتالي التغيير سيكون من غدا. إذا لم تكن هنالك هدنة جديدة ربما نشهد اشتباكات في محيط العاصمة. هل تتوقعون الذهاب إلى تفاوض قبل الحسم العسكري وقبل أن يبرز كل من الطرفين قوته على الأرض؟ وما صعوبة فعلا الحسم العسكري بناء على ما نشاهده منذ بداية هذه الاشتباكات ونحن اليوم ندخل الأسبوع الثالث؟ مسألة الحسم طبعا هي مسألة استراتيجية. القوات المسلحة تتعامل مع قوات تمردت على الشرعية، هذه القوات كانت تعمل القوات المسلحة، وبالتالي هي تمردت، وهذا المجال الذي يمكن أن نسميه حسم. أما الطرف الآخر فهو قوات متمردة تسعى إلى تحقيق أهداف خارج الشرعية، وبالتالي لا مجال إلا أن يجلس الجميع لوقف إطلاق النار. هذه المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار وهدنة دائمة وفتح الممرات الإنسانية، ومن بعد معالجة مسألة دمج قوات الدعم السريع. هذه الإشكالية الأساسية التي أدت إلى هذا الصراع وهذه الاشتباكات، لا بد من حسم هذا الأمر تماما، ومن ثم الحديث عن أي عمل سياسي لقيادة الدعم السريع، أو حتى سواء كان دمج أو وجوده داخل منظومة القوات المسلحة.